تتجوزوا بناتكو وبنينكو. اكتشاف موهبتي كانت وانا عمري 7 سنوات. نتمتع بشغلتين اساسيات، انه هون في عندنا منطقه حلوه جدا وعندنا ناس ملاح. اشتقنا لغزه ولا شواطئها ولا رفح واللي من حواليها. دير الاسد المولى حميها، حامي شعبها وصاين بنيها. من 700 سنة جينا فلسطين تنعيش فيها، وجدنا الشيخ الجيلاني والشيخ محمد الأسدي وليها. حلقتنا اليوم من بلد الشعراء والزجالين، بلدة دير الأسد في الجليل الأعلى. غوف جايين يا تراب الوطن جايين، اشتقنا الجبل عالي جبل جرزين، تحت السماء ما في مثل الوطن، فلسطين أحلى وش أعلى جبين. اشتقنا للبير قرام الله ولا بير زيت المجد جتعلى، عن نابلس نحنا ما نتخلى، دم الشهيد طراب قتحلى، ويا طير سلم لي على جينين. جايين يا طراب الوطن جايين، اشتقنا الجبل عالي جبل جرزيم، تحت السماء ما في مثل الوطن، فلسطين أحلى وش أعلى جبين. مبسوطين فيك اليوم وحضرتك من دير الأسد، وإحنا جيناك. ودائما لما نروح على المناطق الفلسطينية وعلى المدن الفلسطينية دائما ما بنحب نتعرف على معالمها وأكثر الأماكن المشهورة فيها وأكثر الناس المعروفة فيها واللي حققوا اسم، والاسم تبعهم وصل لعدد كبير من الناس. يعني ما شاء الله اسمك واصل كل محافظات الوطن في فلسطين والمهجر والشتات، الكل دائما بعرف في الفنان الفلسطيني رفعت الأسدي. أنا ابن دير الأسد، ابن كل عائلة دير الأسد، هذا فخر واعتزاز إلي. إن الحمد لله رب العالمين، بلدنا بلد تربطها أواصر الأخوة، النسب، المحبة، الحلم بين الناس، العفو، التسامح. بلدنا بلد سلام، بلد اللي فيها عنوان، حتى لو بصير فيها شو مصار بتلاقي فيها عناوين اللي فوراً الحمد لله بيحتووا أي مشكلة بتصير بقلب البلد. الأهل في دير الأسد قديش بتربطهم علاقات يعني جميلة جدا مع بعضهم البعض، وقديش في دعم وإسناد لكل الأشخاص الموهوبين. أنت حضرتك طلعت من دير الأسد وكانت بدايتك في دير الأسد، نحكي هيك عن بداياتك، في أي عمر بلشت في الفن الشعبي؟ اكتشاف موهبتي كانت وأنا عمري 7 سنوات من قبل خالتي، كانت معلمة موسيقى واكتشفت صوتي. وبعد ذلك طبعاً قرأت القرآن الكريم، وتصار عمري 15-14 سنة التحق طبعاً في مدرسة الدراوية، جد أبو غاز وأبو سعود رحمهم الله وأبي أطال الله بعمره، ومن هنا انطلقت طبعاً في كل القرى والبلدات العربية رافع اللواء التراث والمحافظ على ما تبقى من هذا التراث الجميل الذي يجسد هوية شعبنا أينما كنا. نحكي عن دير الأسد كتاريخ وكاسم، حتى لما نحكي دير الأسد هيك بنشعر إنه في للاسم هيبة. مرحب فيكم في دير الأسد في الجليل، في مجتمعنا العربي كلياته، باسم مجتمعنا العربي في داخل فلسطين. بنرحب فيكم الجميع وبنقول بنبعث تحياتنا لجميع اشقائنا بلد الشقيق الاردن من خلالكم، من خلال تلفزيون رؤيا. ودير الاسد عدد سكانه 13000 نسمه، ناس ملاح، بنتمتع بشغلتين اساسيات، انه هو في عندنا منطقه حلوه جدا وعندنا ناس ملاح اللي بيحبوا الضيوف. زي ما شايفين انتم دير الاسد بحدها بالضبط، يعني البعني وحد البعني مش بكروم،
هذول الثلاثة بلاد كانوا بلد واحد لفترة 5 سنين، كانت بلدية اسمها بلدية الشعور. بعد 5 سنين انفقد دمج بيناتهم، وهي كانت خطوة غلط لأنه الاتحاد قوة، ولا احنا لازم كان يكون عندنا بلدية كبيرة قبال البلد اللي عبانا، كيف شايفينها بلد كرمائيل اللي عدد سكانها 50,000 واحنا مع بعض 50,000، لازم يكون كلياتنا يد واحدة ونعمل كلياتنا في يعني إمكانيات للتطوير أكثر ما تكون كل بلد لحالها، لأنه البلاد فايتة بقلب بعضها، يعني مش بلد حد بعض، كيف شايفين دير الأسد والبياني فايتين بقلب بعض، يعني مجد الكروم كمان فايتة بالبياني، وكلياتنا منطقة واحدة، وكلياتنا إيه، وكلياتنا إخوة، وكلياتنا ما بتعبوا لا أتحسني. ولكن الموضوع هذا موضوع صار من ورانا في بعض الإجحاف من ناحية التخطيط والبناء والأراضي وهاي الأمور كلها. من خلال متابعتنا للبرنامج إن شاء الله بتتعرفوا على معالم دير الأسد وأهل دير الأسد، وإلنا الشرف طبعا، أهلا وسهلا. لما اجينا على دير الاسد كان في عنا فضول نعرف اصل التسميه، ليش سموها بهذا الاسم؟ احنا جينا لاصل الحكايه، والعم ابو محمد رح يروي لنا اياها. اهلا وسهلا فيك عمي. اهلا وسهلا فيك. عمي خلينا هيك نحكي عن اصل التسميه، دير الاسد من وين اجى هذا الاسم؟ دير الاسد احنا نقف تقريبا في الناحيه الجنوبيه للبلد، من هنا للناحيه الشماليه هاي البلد القديمه لدير الاسد. تلم الشيخ عبد محمد عبد القادر الجيلاني يعني مفاتيح المنطقة أو الولاية على المنطقة من السلطان سليمان، فهنالك جلس توضأ وليصلي، فأتى أسد وافترس الحمار الذي كان يستقل له، فأتى بالأسد، يقال أنه ركب عليه أو جره، لا نعرف مدى صحة الرواية، وأتى ودخل من هذه المنطقة. كانت هنا بوابة كبيرة لدير البعنة، فعندما دخل ومعه الأسد فهرب كل من كان في المكان، واستوطن هنا وتزوج، وسميت البلد على اسمه دير الأسد. هذا إحدى المداخل في الجهة الجنوبية الذي كان يوصل إلى الخان. الخان هو كنيسة قديمة سميت فيما قبل كنيسة سان جورج، وبعدما خرج منها المسيحيون من القرية وبقيت في سلطة الشيخ محمد الأسد، تحولت إلى خان لخان تركي، يعني تم بناء بعض البنايات على ظهر الخان، وبعض الغرف لاستقبال القوافل، قوافل الحجيج أو قوافل التجارة في الطبقة الثانية أو الثالثة حتى من الخان. هاي الطبقة الرئيسية كانت هاي القاعة الكبيرة، قاعة الاستقبال، نرى هذا السواد كله لحد هون، يعني كبر القاعة اللي كانت موجودة. ومن فوق كان في، أنا بالصدفة يعني كان هذا بيتنا القديم، يعني كنت ساكن على ظهر الخان. يعني هون أنت في عندك ذكريات كمان. أنا عشت هون على ظهر الخان تقريبا 16 سنة من جيل 0 ل 16. كيف كان هذا المنظر؟ يعني إحنا شايفين الآن المكان مهجور. البلد كانت كلها كتلة واحدة، يعني كنا نبدأ من أول بيت من المسجد، نطلع من حيط لحيط حتى نصل لآخر البلد، شرق غرب شمال، من حيط لحيط، ما كانش في فواصل بين حتى الطرق كانت قصيرة جدا، اللي كان فيها عليها صورة من فوق أو وصلات أو دور مبنية اللي ننتقل يعني حتى فوق الطرق. كانت عيشة حلوة جميلة كثير كثير عشناها. للأسف كل ما كان قديم من البلد تغير، يعني لم يبقى إلا الشيء القليل هذا ما ترونه الآن. بالي
نرحب فيك في حلوة يا دنيا. يعني ما أحلى الصدفة اللي خلتنا نتعرف على العادات والتقاليد في دير الأسد والأفراح في دير الأسد. عادات التقاليد يمكن نوعا ما مختلفة عن باقي المدن، ولكن خلينا إحنا هيك نحكي عنها. يعني منبلش بالمزات اللي بتكون موجودة باللحم النية كمان. أول شيء مبروك ما عملته. تسلم بارك الله فيك، أهلا وسهلا فيكم. طبعا مثل ما قلت إنه العادات من مش بس بين القرية والمدينة بتختلف، إنما من قرية لقرية كمان بتختلف. إحنا عنا العرس بيستمر عدة أيام. اليوم عنا اليوم الأخير في الفرح اللي هو بيكون الزفة برا حلقة العريس وبلبس ومنجيب العروس لبيت العريس، وبعدها في عنا سهرة بالقاعة. إسه بتخلل الزفة أعداد أكلة كبة ومزات الكبة النية للحم النية للأجبان لكل الأمور هاي. يعني ذكرت إنه الأعراس عندكم بتستمر لأكثر من يوم. عادة كم من يوم بتقعدوا بتحتفلوا بيه العرس؟ الصحيح بتبدأ تقريبا تعاليل وشغلات من النوع تقريبا أسبوع. ألف مبروك عمي أبو جواد. ويعني إحنا كمان من خلال كاميرا حلوة يا دنيا أكيد رح نصور هاي الأجواء. هلأ أنت بتحكي لي أدوق اللحم النية، أنا أول مرة بدي أدوها، خلينا ندوها مع بعض يلا. أوكي طيب. هاي لازم يأكل منها الواحد كثير، لازم يا مع ملح تتاكل. طيب هاي من العادات والتقاليد اللي موجودة بالأعراس ولا هي؟ لا من محل لمحل، من محل لمحل مش كل الناس. أيوة مش كل الناس بتحب اللحم النية، أما في دير الأسد بشكل خاص كثير مشهورة إنهن الناس بأكلوا لحم النية. لحم النية. طيب يلا اللحم النية لحلوة يا دنيا رح ندوها أول مرة. ومن بيت العريس لبيت العروس وصلنا عند العم أبو أمين لحتى نشوف العادات والتقاليد، وبالضبط هيك كان الاستقبال. أولاً منرحب فيكم في بيتكم الصغير هون في دير الأسد، وهذه دير الأسد بلد الشعر والشعراء واللغة والفن والموسيقى. ومش عفواً الرد لحياة أبوي، نحن بدير الأسد شدنا دار، عمدانها من الزجل والأشعار، صارت بلدنا للشعر كعبة تقصد إليها سائر الزوار. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكم. أهلا فيكم. يلا خلينا إحنا هلأ نكمل مع المشاهدين ونورجيهم بالضبط العادات والتقاليد في دير الأسد كيف بتكون. يا غدا تجوزوا بناتكو وابنينكو، يا ونذيفكو يا جوات كما ذفتونا. احكي لي هاي عن العادة اللي انتو بتعملوها بالأعراس، يعني الكب النية، ليش شو ارتباط الكب النية هون في دير الأسد، ليش تعملوها؟ هي كل ما شملت للشمال مشهورة، حتى الكبة اللبنانية كلها هون مشهور للشمال بالكبة الزحلوية كمان. وإحنا من الشمال في فلسطين، عشان هيك يعني وراثي من الآباء والأجداد. طيب الكبة النية شايفينها حمرة كتير، يعني بتحطوا لها بهارات، يعني شو البهارات اللي بتعتمدوها؟ أهم إشي الفلفل، وكيف نعمله الفلفل في البيت نحضره للكبة، نجيبه من أيام الصيف، يعني إسا هذا الشهر هو شهر الفلفل، نشتريه ومنعلقه قلايد دا ينشف، نغسله ونطحنه ومنحضره للكبة بالمناسبات والاحتفالات. ومع إيش بتم تقديمها؟ يعني إحنا شايفين كمان هون السلطة والليمون، شكل الليمون إشي أساسي وحشوة. والليمون. ثقافة وحب وتفاهم وجيرة أصيلة، هيك الأعراس في دير الأسد، في عرس لينا وعمار الكل.
حلقتنا رح أدرككم مع هاي الأجواء الحلوة. يا دنيا يا